هل رمضان صبحي ما زال تحت ضغط الانتقال من الأهلي لبيراميدز، ولا خلاص عدت لا لا المرحلة دي؟ خلاص بقى الموضوع ده خلص وخلاص عدت المرحلة دي. لا خلاص يعني حتى ما حدش بيتكلم فيه خلاص، هو بالنسبة لنا اتنسى وبالنسبة له هو كمان اتنسى. هو مركز بقى ان هو ان شاء الله يعمل حاجة مختلفة السنة دي، وكلنا مش هو بس يعني ان شاء الله. استبعاده من المنتخب بتشوفه ازاي من وجهة نظرك؟ بص خلينا نتفق الأول ان المدير الفني طبعا بتاع المنتخب هو ليه الحق في اختياراته كلها، ده حقه وان هو يختار اللي هو عايزه. في الاخر كل واحد بيختار من وجهه نظره، يعني في الاخر انا الموضوع ده انا مؤمن بيه ان الكره وجهه نظر، دي احنا مؤمن بيها. يعني انت وجهة ممكن نظر انا فعلا. وانت نقعد دلوقتي تحط تشكيل منتخب مصر وانا احط تشكيل منتخب صح مصر، مش هنبقى زي بعض، ممكن صح نختلف في لعيبه، مش معنى كده ان حد فينا غلط، بس كل واحد ليه وجهه نظر مختلفه. الوقت الوحيد اللي كنا بنحط التشكيلة واحنا مغمضين هو 2006 8 10. واي تشكيل واي اي تشكيل اي هتحطه تشكيلة، وده والصلاة على النبي وكسبان. لان اللي جوه كويس واللي بره كويس. مفيش مشكلة. بس فده حقه، محدش طبعا يقدر يتكلم معاه فيها. بس هو بالنسبه لي طبعا لو اتكلم عن نقطه رمضان هي غريبه شويه، لان رمضان اخر ماتش لعبه المنتخب هو كان بيلعب، يعني هو نزل ولعب وجاب جول وكان ماشي بشكل كويس. فكان متوقع ان هو المره دي كمان يروح يبقى ليه دور اكتر شويه، وخاصه كمان ان مرموش اتعور ايوه فمش هيجي، مش جاي المنتخب، فالطبيعي ان رمضان وجوده يعني يكون موجود. صحيح. والغريب كمان انت حتى كمان تعالى تبص على الاطراف والاجنحه الصريحه، مفيش حد. مفيش حد. مفيش حد. صلاح ومصطفى فتحي ومحمد شريف، اذا هو هيعتمد بقى على محمد شريف كجناح، لان هي انا مش لاقي له توظيف غير كده الحقيقه. محمد شريف جناح، هو مش هيعتمد عليه كراس حربه، لان هو في النهايه جايب مروان حمدي وصحح لي لو انا ناسي، وريان ومصطفى مصطفى محمد. محمد ما هو مفيش فعلا، هو ممكن يستخدم فعلا شريف، او ممكن يكون هيغير الطريقه خالص، او ممكن يكون هيلعب بطريقه مختلفه. في الاخر بص احنا قاعدين بنجتهد، صح، لكن برافو ما عليك. نعرفش في الاخر هو هو دماغه فيه دماغه ايه، يعني فيه هو ايه؟ اللي عارف هو هيعمل ايه وهو دماغه فيه احنا ما نعرفش. بس احنا بنتكلم كمنطقيا وواقعيا كان المفروض رمضان يبقى موجود طبعا. صحيح.